Şebinkeleser Belediye Başkanı'nın cenazesi. Değerli misafirlerimiz, lütfen mezarlık bölgesini boşaltalım. Orada yoğunluk yapmayalım. Sağa sola doğru devam edelim. Şebinkeleser Giresun ili, Şebinkeleser ilçesi. Altmış Mahallesi'nde aile kabristanına defnediliyor. İstanbul'dan, çevre vilayetlerden ve çeşitli politikacılardan, misafirlerden geniş katılım var. Devlet erkanı burada. AK Parti'nin ve diğer partilerin ilçe başkanları, il başkanları, milletvekilleri, bakanlar geniş katılımıyla burada cenaze töreni meydanda yapıldı. Burada da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şahin Yılancı, üç dönemdir Şebinkeleser Belediye Başkanı kişiliğine ve yaptığı hizmetlerle sevilen bir şahsiyet. Son hazırlıklar yapılıyor. Geniş katılımla bir cenaze. Şebinkeleser Avutmuş Mahallesi'nde Bağlar Mevkin Avutmuş Mahallesi'nde aile kabristanlığına şu anda defin işlemi gerçekleşiyor. Bu arada Şebinkeleser'de lokantalar, çay bahçeleri vesaire
Kaçırı hizmet sektörleri cenaze dolayısıyla gönüllü olarak ücretsiz ikram yapmaktadır. Örnek davranışlarından dolayı kutluyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فزهقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف
تبكم الأرض حيما هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير فلقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم.